مشيت شفت الاهم كم الان فاتي مباشر من الشطار والبيطار من الاهم اعتقد تكون على تكون افراج لاهلهم او النطق في الحكم ديالهم تقريبا كل الناس هم الوالدين انت كذلك اللي مش من المدينة من اللغة الأخرى خطأ كده في الذات في الطريق اللي بديره الوالدين الله يحسن العوان دائما الإنسان طريق ما يفشك من الخطأ أو أي شيء يفكر في وجهه فكرت من شيء يقول إنه مهم إنه يعيش المدينة ويقول إنه يعيش بالشباب وعاو هاي اخوي اخر سنة هاي اخوي حبا عاو تخرج العيني قبل الخردية عاك اش خرج العيني ومش صحيح متجوع ولكن قبل الخر راح تبيع الخردية هو اللي يتلاش حتى هادي يدفعون هذا الشرم ودي متسوقش ليهم ودي يبزنس فيهم اخوي يتلاش حتى ولي كده حبا عاو تصور وتخرج العيني وفي الخر ما تخلي الوالدين فينا شو في النساء تحتاجين الشمس انا اقسم بالله وقفت بخمسة يزق قطر لراسي فما ادرك بعد الناس اللي واقفين على الساعات بارطاجي والله نتمنى اي واحد تخلي بارطاجي والله يعني كدير خير دير خير في الشباب الشباب اللي تفكر تفكرش في هاد اللحظة يعني تفكر في ديك الساعة اللي هو الصف في ديك الساعة اللي بغا يدير هاد الشيء او النطق في الحكم ديالو باش يعرفوا المصير ديالو واش غيرفوا بيوتو ومنازل عيلاتو ولا غادي يمشيو للسجن كيف ما كنت بغيت نمشي نشوف تيلي في هاد اللحظات